اليوم يعني من بعد المجلس الوطني الاتحاد المحلي والجهوي كيعقد مجلسا نقابيا موسعا من اجل يعني الاستعداد القوي للاحتفاليه بالعيد الاممي، عيد الطبقه العامله، عيد الشغل، وكذلك يعني مناقشه الحوار الاجتماعي. مجلس برمته يقول لا للعرض الهزيل، للعرض اللي قدمته الحكومه للنقابات، واللي بطبيعه الحال الاتحاد المغربي للشغل تيرفضوا رفض بات، لانه هذه ماشي هي مطالبنا، هذه ماشي هي الانتظارات اللي كنا كننتظروها من هذه الحكومه. فالحكومه بعد يعني سنوات طوال يعني لم ترقى الى المستوى المطلوب ومن الانتظارات. فاتح ماي هو فرصه قويه للطبقه العامله للنزول بشعاراتها ولافتاتها للاحتجاج، حتى نكون ان شاء الله عند يعني للتصدي للهجمه الشرسه حول الحقوق. وفاتح ماي ان شاء الله غادي يكون يوم الحسم باذن الله. احنا كطبقه عامله وكاتحاد التقدمي للنساء المغرب ندين بشدة السياسات المتعاقبة للحكومة، حكومة سعد العثماني الأخيرة اللي كانت العروض ديالها باهتة بالنسبة لنا ولا تحقق مطامح الطبقة الشغيلة، لهذا نرفضها رفضا مطلقا، ونرفض القانون التكبيلي اللي الحكومة بصدد تمريره واللي غادي يكون ضربة قاضية للحقوق والحريات النقابية. استنكر بشدة ضرب الحريات النقابية، ضرب القدرة الشرائية، الإجهاز على المكتسبات. نستنكر جميع التراجعات الخطيرة في المكتسبات والحقوق، ونعلن تشبتنا بوطنيتنا وبصحرائنا المغربية، ونرفض الرفض التام كل مساس بمقدساتنا. فالصحراء صحراء مغربية مقدسة 100%، ونرفض المساس بها.